أكدت شرطة نيوزيلندا أن الأسترالي المتهم بقتل 50 مسلما في هجوم مسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش سيواجه 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بالشروع في القتل. وقالت الشرطة في بيان لها أنه لا تزال هناك اتهامات أخرى قيد البحث، ومن المقرر أن يمثل الأسترالي برينتون تارانت أمام المحكمة العليا لمدينة كرايست تشيرش صباح الجمعة.